أبين المميزات التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وقبل أن أتحدث عن هذه المميزات، ولعله من الواجب علي أن أشير إلى المعاناة التي عانها رسول الله، وهي تختلف عن معاناة من سبقه من الأنبياء. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وآله يقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. الأذى الذي تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله يعد من المميزات التي تميز بها رسول الله صلوات الله عليه وآله. أولاً، النبي صلى الله عليه وآله ولد في هذه الحياة يتيم الأب. ولد صلى الله عليه وآله في عام الفيل، ولما جاء إلى الحياة فقد حنان الأب، ولد يتيم الأب. وبقي النبي صلى الله عليه وآله إلى أن توفيت أمه آمنة رضوان الله عليها في السنة السادسة من عمره. انتقل النبي حينئذ إلى جده عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، وبقي معه قرابة السنتين. السنة الثامنة حرم النبي صلى الله عليه وآله من هذا الكهف الذي كان يظله بالحنان وطمأنينة. انتقل النبي حينئذ إلى عمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. هذا دليل على المعاناة التي عانها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعل فقد الوالدين من أعظم المصائب التي تحيط بالمرء. الإنسان إذا فقد والديه، إذا فقد ذلك الكهف الذي كان يحميه من المخاطر والمحن والبلايا، أكيد راح يشعر بهذا الفقد. وكذلك حينما فقد أمه رضوان الله تعالى عليها. إذن أول معاناة النبي صلى الله عليه وآله، وأول تلك المحن التي تحملها رسول الله، هي فقد الوالدين. من هنا أكد النبي صلى الله عليه وآله على رعاية الأيتام وكفالة الأيتام والاهتمام بالأيتام، لأسباب منها لأنه عاش يتيم الأبوين. لاحظ كيف. على كل حال، إذن أولا المعاناة التي عانها، طبعا هذه المعاناة تختلف تماما عما عاناه الأنبياء من قبله صلى الله عليه وآله. كل الألفاظ التي قيلت بحق أنبياء الله تعالى قيلت بحق رسول الله. نعت النبي صلى الله عليه وآله بأنه كذاب، بأنه ساحر. في يوم من الأيام دخل عليه جماعة من اليهود، قالوا له: يا محمد، تدعي أنك رسول، أنك نبي، ما هي معجزتك؟ العلامة الزنجاني في كتابه عقائد الإمامية الإثنى عشرية أو الإثني عشرية يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول: هي لا تعد ولا تحصى. ويذكر منها القرآن الكريم والإمام علي. ولعله من أعظم المعاجز التي جاء بها رسول الله القرآن والإمام سلام الله عليه، بحد ذاته معجزة. ومنها المعجزات التي شابهت معجزات موسى وعيسى، النبي أحيا الموتى، أبرأ الأكمه والأبرص، كما نقل هذه الروايات جملة من الأعلام من العامة والخاصة. على أي حال، قال له وفد من اليهود: يا محمد، ما هي معجزتك؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله: القرآن.
هذا القرآن هو معجزة. قالوا له احنا اذا آمنا بالقرآن خوب نؤمن بك، احنا نريد معجزة كما جاء موسى وعيسى. فقال لهم صلى الله عليه وآله: قولوا ماذا تريدون، اطلبوا ما شئتم. كان القمر في ليلة الكمال والبدر. قالوا: يا محمد، إذا كنت نبيا حق مر هذا القمر حتى ينشق إلى نصفين. فقال صلى الله عليه وآله: إن فعلت أتؤمنون؟ قالوا: بلى. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى القمر وخاطبه، قال: أيها القمر، أنت ممن أقر لله تعالى بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولآل بيتي بالإمامة والوصاية، إني آمرك أن تنشق إلى نصفين، فما إن أتم النبي كلامه حتى انشق القمر. اللهم صل على